ها؟ يلا طريق السلامة يا شربات، خليكي جنب التليفون. يلا باي. دي يا رنة مجنونة. ايه رأيك عليك؟ افهمتها؟ شفت الولاد اتاخدت ازاي؟ خبر اسود. لا وايه؟ وتنباون كمان. هي الولية بس اللي اتاخدت. كلنا اتاخدنا صراحة. كلنا اتاخدنا بصراحة ولسه هنتاخد تاني. اتاخد على اسمه. انا هتشل. وانا كمان. انا مش عايزه معايا. ولا انا. سيبني. سيبني في حالي سيبني. حاول انت بس تسيبه ونشوفه. غور! ماشي معليك. طب والله بيصعب عليا. هيرجع له تاني يا بنتي ما اقدرش استغنى عنه. يعني انا ما بصعبش عليكم؟ لا بتصعب. يعني انت مصعبان عليك نفسك؟ الله. من الاول قلت لك. ازيك يا عفيفة؟ قال لك اشحني لي ب 10 جنيه دنيء برضه كسبان من هنا ومن هنا. يا حضرة العمد ابنك حميدة ضربني. ضربني. حدفني. هيضربني. حدفني. لسه افندي. نزلت على صدري ضحكوا عليا زملات ولا افندي. يرضيك يا عمدة. لا 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 عشان ابن عمدة. استأذنك. يعمل كده 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 فيه. ده مش زين بس على فكرة. حضرة العمد ابنك حميدة. أرجو الالتزام بالهدوء علشان نقدر نبدأ الحفل. شوفوا رجالة، المؤتمر ده المفروض إن احنا نفضحها فيها. هو طبعاً مؤتمر لتكريمها. هنخليه إيه يا زين؟ ما عليك، هنجرسها ونفضحها ونضربها وكش. الهبل اللي أنت بتقوله ده، أنت تلغي مخك خالص. أنت معايا؟ إلغي عقلك، اسمع كلامه بس. الفلاشة دي في شاشة جوه كبيرة هتعرضها عليها. رمني ما عليك. حركة. شغلت الفلاشة؟ شوفوا يا رجالة، المؤتمر ده المفروض إن احنا نفضحها فيها. هو طبعا مؤتمر لتكريمها. هنخليه يا زين. ما عليك، هنجرسها ونفضحها. أنا بنهزر هنا. مفيش وقت. رمني ما عليك. مفيش وقت يا جدعان. مفيش وقت فعلا. بص يا ريس، سر الفلاشه دي وانا هتصرف في كل حاجه. صديق الرومز، سوف تعرف حالا ما يمكنك ان تقوم به تجاه هذه الفلاشه، ولكن عليك الانصات. انصت يا رونز. عليك الانصات وانصت يا رونز. ده انا الرونز اللي في اي مصلحه برونز. فلاشات، سي دي، لابتوبس، اي حاجه فيها. بس للاسف في حاجه واحده بس هي اللي مش عارف اعملها. ايه هي؟ لازم حد يضرب لي الراجل بتاع البروجيكتور. ليه؟ عشان ما فيهاش. عارف لو بروجيكتور كنت عملتها انا. لا لا لا، دي سهله دي. دي بقى سيبها عليا انا. انا اي حاجه ما فيهاش بخلصها على طول. اصل وانا صغير كان عندي مشكله في الكاف، كنت بقولها تاف. فلو كان فيها ما كنتش عرفت احلها. عشان كده احنا بنكمل بعض. السلام يا رونز. اي كلام والله. يا جماعه بقول لكم مفيش وقت، احنا بنعصر. زين. زين. كلمها فورا وقول لها على ميعاد المقابله. الو. بص يا ست الكل، انت تيجي انت وجوزك بقى تستلم حاجتك في المقطم وتجيبي معاكي 200,000 جنيه. حاضر، بس ليه جوزي؟ انت ما تساليش، انا بس اللي اسال. اوكي. بقول لك ايه؟ ما تنفخيش وما تبصيش لا يمين ولا شمال. انت بتراقبني بقى؟ اللي انت ما تعرفوش ان انت معاكي اخطر جهاز محمول في الدنيا. ماشي يا حلوه، الحاجه تيجي في الميعاد وفي المكان. ما تتاخريش عشان هلغي الاوردر. تمام.
أين مكان القاعة سيدي؟ أهي 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 أهي، يلا تحركوا يلا انطلق. القاعة القاعة القاعة. إيه رأيك في الشباب؟ القاعة يا رجالة أولاد الكلب. إيه رأيك في الشباب؟ لا تمام تمام، بس أنا ال يا أولاد الكلب. صديقي العزيز، أود أن أتحدث إليك في أمر غاية في الأهمية. شت سيبنا اشتغل. هذا الأمر سوف يغير مجرى حياتك صديقي. أنت بتقول إيه؟ أحتاج إليك لحظة، بضع لحظات. هيا بنا صديقي، هيا بنا، لا تضيع الوقت، هيا بنا. يا صديقي العزيز، إنني أود أن أشكرك على قمة ارتياحي لك، وأود أن أقول لك كلمة واحدة. لقد تمنيت في يوم من الأيام أن يكون لي أخ مثلك. تعال حلاوة. تعال انت كمان. هل جننت يا رجل؟ ماذا بك يا ريفو؟ اتريد ان تخدرني يا ريفو؟ انا الساكس الاصلي يا ريفو. لا مؤاخذة عم الساكس، قلت لك يا ريفو من قبل انني لا اريد ان تعمل معي وانت تضرب المخدرات. صديقي، ان المخدرات تذهب بعقلك الباطن والظاهر ايضا يا صديقي. انا بشرب مخدرات يا عم الساكس، تصدق عيب عليك؟ وقلت لك من قبل انني لا اريدك ان تعمل معي وانت تضرب المخدرات، اذا فلتذهب الى الجحيم. المرأة العربية ناجحة ومتميزة، قالوا عنها أنها نصف المجتمع، وهي بالفعل تستحق التتويج. هنا ومن خلال هذا الحفل سنكرم سيدات ورموز المجتمع، منهم المتميزين والناجحين. يا نهار اسود، هي كانت أنا واحدة فيهم. وسنبدأ معكم هذا الحفل بتكريم امرأة من أنجح السيدات في مصر. هي سيدة أعمال ناجحة، وأيضاً زوجها من أنجح رجال الأعمال المصريين، وهي السيدة هدى الشربيني. أما الآن فأدعوكم لمشاهدة فيلماً قصيراً لأهم محطات نجاح السيدة هدى الشربيني. عايشة وحشة، عايشة كوتش، أشرب لبن ما أشربش سكوتش. تبا لك يا رنس أيها الأحمق، ماذا فعلت؟ لماذا لم تكمل الكليب إلى الآخر؟ بس بقول لك إيه، شربات أنت شايف كده؟ وش ما عليك، أنا مديله الفراشة صح.